تهديدات وإساءات بتعرض لها موظف المصلحة خلال تأدية عمله، ما في أي تراجع أو تواني من أي طرف من الأطراف، سواء الإدارة أو الموظفين أو مجلس الإدارة، عن ما في حدا بيثبت عزيمتنا من استمرار بتقديم الخدمة للمواطنين. رغم كل هذا الكلام، إحنا مسؤولين عن المواطنين، وإحنا مطلوب منا أن نوفر لهم كل ما يمكن من خدمة حتى نوصلهم الماء بأقل تكاليف وبجودة عالية جدا. رسالتنا هي موجهة للاحتلال الذي يسيطر على الثروة المائية، والذي له هدف واضح في إيلام هذا الشعب وتقويض هذا الشعب وإذلال هذا الشعب. لأننا كل شعبنا يجب أن نتحد ونوجه البوصلة نحو هذا العدو الذي يتمعن في إيلام هذا الشعب المسكين، هذا الشعب الأعزل الذي هو صاحب قضية. بإذن الله سنكون للمواطنين جميعا يدا بيد من أجل اجتياز هذه الأزمة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذه الوقفة جاءت بالتعبير عن عدم رضانا واحتجاجنا لسياسة الاحتلال العنصري، التمييز العنصري بتقليص كميات المياه الواردة لمصلحة المياه حتى تفي بالتزاماتها في توصيل المياه لكل المواطن الفلسطيني. هاي السياسة الممنهجة أشار لها السيد محمد شتية ورئيس سلطة المياه، سياسة مقصودة الهدف منها هو ضمن السياسة المتبعة التي ينتجها الاحتلال دائما التضييق على أبناء شعبنا، قامت بتقليص كميات المياه بشكل ملحوظ في مناطق رام الله وبيت لحم والخليل. كمان هدفنا الوقت الإشارة إلى أنه هناك أزمة حقيقية تهدد الأمن المائي لكل مواطن فلسطيني.